ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين في اليوم المفتوح على قناة الصحة والجمال في الفقرة المهمة جدا اللي أنا كنت أشرت إليها في الفقرة الأولى. النهاردة إحنا في الظروف اللي إحنا فيها الظاهر على الساحة المصرية والساحة العالمية قدامنا هو الجيش الأبيض. الجيش الأبيض، أطباء، الممرضين، الممرضات، هم دول اللي على خط الجبهة الأول المشاه زي ما بنقوله في مواجهة المرض الفيروس كورونا. فيروس كورونا فيروس زي ما احنا شايفين خلى العالم كله في ذعر. أمريكا أكبر الدول كميات رهيبة جدا، يعني لو أمريكا بتحارب مش هيموت عندها العدد ده كله من الجنود قد الناس اللي ماتت عندها في فيروس كورونا. فطبعا الموضوع مهم جدا ومذهل جدا، ولكن لما بنلاقي ان في ناس بتخش في هذا الموضوع لمواجهة هذا الفيروس عشان تحمي الناس المصابة وازاي تديهم العلاج وازاي تقف معاهم وازاي تدعمهم نفسيا وطبيا، فاحنا لازم نقف ونقول للأطباء تعظيم سلام. لازم كلنا نبقى ورا الأطباء دول، الجيش ده نلبي مطالبه. الناس ديت بتتعب، الناس دي ممكن بتروح بتتوفى، بتصاب، عندها بيت، عندها أسر، بيفقدوا حياتهم، في دكتور فقد بصره، ولكن كل دول لازم يبقى فيه دعم لينا، دعم ليهم من خلالنا إحنا، إحنا الناس اللي إحنا معرضين للإصابة، ولكن ربنا يشفي الجميع. لازم يبقى فيه دعم للأطباء، إزاي ندعم الأطباء، إزاي نكون وراهم، إزاي نديهم دعم نفسي، إزاي نساعد الأطباء دول، نخليهم حتى وهم بيمارسوا عملهم يكونوا بيمارسوا عملهم وهم مرتاحين. ده كله هنتكلم فيه مع الطبيب الإنسان دكتور محمد حسين أستاذ النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري كلية الطب عين شمس. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ هاني، وأهلا بحضرتك، وعيد سعيد عليكم وعيد سعيد على كل المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب ربنا. حضرتك بما أنك عضو من أعضاء هذا الجيش، الجيش الأبيض، المجالات بتختلف والتخصصات بتختلف، ولكن ساعة الحرب الكل بيلتف في مواجهة العدو، مواجهة العدو الشرس الذي لا نراه بالأعين المجردة. يعني صعوبة ان انت لو قدامك عدو مادي قدامك هتقدر تحاربه، هتقدر معاك أسلحتك لتحاربه، ولكن انت هرضى بتحارب عدو انت مش شايفه، فيروس داخل جسم الانسان بيتحور من وقت لاخر مش عارف مكانه فين، عمال يجي هنا ويجي هنا، بتحارب مجهول زي ما بنقول. ازاي الاطباء وقفت قدام هذا الفيروس عشان تحاربه وضحت وهي في المقدمة على اساس ان هي تكون هي خط الدفاع الاول عن جميع البشر في مواجهة هذا الفيروس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا شكرا للتقدمة الجميلة وإعطاء كل دي حق حقه وإنزال الأطباء في المكان المناسب ليهم. طبعا احنا هنتكلم جلوبالي كده الأول، احنا على مستوى العالم كله الوباء الحاصل وفيروس كورونا المستجد ده، زي ما حضرتك قلت في المقدمة، احنا امبارح أمريكا سجلت 102 ألف حالة وفاة وزي ما حضرتك قلت في المقدمة ان لو امريكا نفسها دخلت الحرب مهما كانت قوة وشراسة الحرب عمر ما كان هيتوفى 10% من هذا الرقم. في نفس الوقت لله الحمد، اللهم لك الحمد، احنا هنا في مصر مسجلين 800 وشوية، يعني لسه ما وصلناش لاول 1000 وفاة. دي من 102 ألف في اكبر منظومة صحية واقتصادية على مستوى العالم، واحنا ما جبناش اول 1000 وفاة اللهم لك الحمد في دولة امكانياتها متواضعة ودولة نامية، وده ليه اسباب كتيرة جدا الاول، وليه تضحيات كتيرة جدا لابد ان الناس تبقى عارفة ورا الكواليس بيحصل ايه. احنا طبعا كشعب وكمشاهدين وكناس عادي ماشية في الشارع ما تعرفش اللي بيحصل ايه عشان اي انسان يروح اي مستشفى في خلال 24 ساعة يلاقي خدمة طبية متاحة جيدة، خدمة طبية متاحة جيدة على مدار 24 ساعة. أولا إحنا كعقيدتنا لأي واحد يمتهن مهنة الطب بيقسم القسم
المعروف جدا ان هو سيحافظ على حياة المريض، هيبدي لهذا المريض جميع انواع العناية والرعاية الممكنة مهما كان دينه، مهما كان عرقه، مهما كانت حالته، مهما كانت الظروف، في متاح إمكانيات مادية أو غير متاح إمكانيات مادية، متاح لإمكانيات الوقاية العامة ولا غير متاحة كلها. فإحنا كأطباء من القسم ومن العقيدة بتاعتنا زي عقيدة الجندي في المعركة أن أنا أترك سلاحي حتى ألقى الله، فهي عقيدة الدكتور وعقيدة الممرضة اللي ما ننساهمش، وعقيدة كل ما يمتهن العلاج الطبي ويدخل في إنقاذ حياة الناس، كلنا عندنا نفس العقيدة. الإنسان تحت إيد الدكتور أمانة، أمانة، وكلنا نحب إن إحنا نؤدي الأمانة حقها، وكلنا معرضين إن نبقى مكان هذا المريض، فلما نقع تحت إيد طبيب يدينا حقنا ويحاول ينقذنا قدر الإمكان. وعشان العقيدة دي موجودة، فجميع الأطباء، إحنا لسه في محادثة امبارح، كان في اجتماع امبارح على مستوى جامعة عين شمس، وفي المحادثات اللي تمت قالوا إن مفيش طبيب على مستوى جامعة عين شمس، اللهم لك الحمد، وأعتقد على مستوى مصر كلها، تخاذل في أداء واجبه. مفيش طبيب تخاذل في أداء واجبه. كل الناس اللي بيطلب منها حاجة بتتعامل الحاجة دي على أتم وجه، بغض النظر عن أي مضاعفات قد تحصل. ولسه احنا كنا شايفين يمكن الدكتور بتاع مستشفى المنيرة اللي توفاه الله، الطبيب اللي وقف وحاول ينقذه وركب له أنبوبة حنجرية وما كانش معاه وسائل الوقاية اللازمة، أصيب وهو في حالة حرجة الآن في محاولة لإنقاذ زميله، فهو أصيب وفي حالة حرجة. كل الحاجات دي بتورينا إيه؟ بتورينا إن إحنا مفيش طبيب بيتخاذل، مفيش ممرضة بتتخاذل، مفيش حد بيعمل في العلاج الطبي بيتخاذل. الكلام ده أظهرته الجائحة اللي إحنا فيها، ده أظهرته. ولكن الكلام ده موجود من ساعة ما اتخلق الكون، بمعنى يعني هل لا يوجد عيانين مصابين بالإيدز يقام لهم جراحات يومية على جميع مستشفيات مصر؟ وهل تعلم حضرتك ان فيروس الايدز ده لو الدكتور بس تشك وهو اثناء العمليه، وده وارد جدا 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 ان اي جراح في الدنيا يتشك او الجوانتي بتاعه يتقطع او هينتقل له هذا الميكروب وهو قاتل ومميت اكتر بكتير من فيروس الكورونا؟ التهاب الكبد الوبائي البي والسي، حضرتك تعلم جيدا قد ايه هو مستشفى في مصر وقد ايه نسب الناس اللي عندهم فيروس بي وسي. هل تقاعس اي طبيب في اجراء عمليات لعيانين طلع عندهم اصابه بي او سي سالب موجب؟ لم يتقاعس. فاحنا مولودين متربيين على كده. احنا مش من الغريب على الاطباء انهم يقفوا في وش الميكروب ويقولوا لا احنا هنخاف من ده. احنا ما بنخافش. احنا ما بنخافش ليه؟ عشان احنا عندنا عقيدتنا ان احنا لابد من انقاذ المريض ده بغض النظر عن حالته، واحنا لينا رب يحفظنا. ولا نبتغي منكم جزاء ولا شكورة، يعني احنا مش هنقعد نمشي ورا العيان مثلا اللي احنا عملنا له عملية وهو مصاب بفيروس سي او بي او ايدز ونقول له احنا على فكرة انا عملت لك عملية، ما هو يعرفنيش ولا انا اعرفه، ومش هنلتقي في يوم من الايام، ومش هنلتقي في يوم من الايام. يعني قد يعمل عملية وما يعرفش مين الطبيب اللي اجرى له العملية. معظم المستشفيات الحكومية كده، ما يعرفش مين اللي اجرى العملية دي ليه. ولكن في الاخر الطبيب مش عايز الا أداء واجبه وأمانته قدام ربنا. ربنا اللي بيحاسبنا، وبالتالي ربنا اللي هيدينا أجرنا. وبالتالي جميع الأطباء دلوقتي، أنا زي ما أقول لحضرتك الكلام واضح جدا، جميع الأطباء في جميع المستشفيات اللي أنا أنتمي إليها كجامعة عين شمس، والتي لا أنتمي إليها ولكن على علم بزمايلي وأصدقائي فيها، كلهم يؤدي واجبهم، كلهم بينزلوا في المستشفيات. لسه وزارة الصحة كانت في مستشفى منشية البكري، وهي قريبة جدا مستشفى منشية البكري من المكان اللي أنا قاعد فيه. وأنا أعلم جيدا أن مستشفى منشية البكري يوميا، على الرغم أنها مستشفى وزارة صحة، إلا أنها يوميا في جدول للأطباء ملتزمين جدا به ويؤدي واجبهم، وفي ناس تؤدي واجبها 24 ساعة. تمام. الناس دي بقى مشكلتها إيه؟ الناس الأطباء دي مشكلتها بسيطة جدا جدا جدا. أدام هم بيؤدوا واجبهم كده ولا يتخاذلوا، هم طالبين من المجتمع بعض النقاط البسيطة جدا. أولا
او لما تتعامل مع الطبيب تعامل معاه على انه هذا الانسان اللي هيحميك وهيحاول يحميك، ولو كنت انت مش مصاب النهارده فبعد الشهر ممكن تصاب بكره او بعده، فهو ده اللي هتلاقيه في انتظارك عشان يحاول يمد ايده ويشدك قبل ما تغرق وينقذك. فلا بد انك تتعامل معاه من هذه النظره، ده رقم واحد. رقم اتنين، الدكتور ده طلباته ايه؟ طلباته ان يتتوفر له الوقايه العامه في محاوله منع المرض. امبارح كان في احصائيه زي ما بقول لحضرتك اتعملت في جامعه عين شمس للاطباء، نسبه الاصابه ما بين الاطباء والمصابين انتقلت الاصابه للاطباء بحوالي 5.5%، تساوت النسبه من 3.5 ل 5.5% من الفريق الطبي المعالج اتنقل الاصابه ليه. 3.5% الى 5.5%، احنا عندنا مثلا في مستشفى واحده بيبقى حوالي 140 حكيمه، 140 ممرضه، بيبقى حوالي الاطباء واعضاء هيئه التدريس المنوط بيهم العمل من 100 ل 150. لو فضل يتساقط منهم 5% يليهم الاسبوعين 5% 5% 5%، هنجيب ناس منين بعد كده تشتغل؟ هنجيب ناس منين تعمل؟ فانت الوقايه للطبيب الهدف منه مش نفسه، صح. الهدف منه انه يفضل يؤدي واجبه، زي ما انت مثلا بعد الشر انت جيت في الجيش واصبت مثلا بقساره في الحرب، لو عندك الطائرات انضربت والدبابات انضربت والجنود انضربت، هتجيب منين ناس تاني، صح. وجيش تاني يحارب ويدفع عن البلد الحرب، هي نفس القصه، صح. فاحنا لما نطلب وسائل للوقايه بنطلبها الهدف منها ان يفضل الجيش ده في يؤدي واجبه، مش عشان نفسه، قبل ما يكون عشان المجتمع. المجتمع فعلا. فده رقم اتنين. فهو مطلوب وسائل الوقاية، ولله الحمد انا اشهد ان حتى هذه اللحظة معظم وبقولش كل، معظم المستشفيات يتوفر فيها وسائل الوقاية. من اول الماسكات، من اول الفيس شيلد، من اول الجوانتيات، من اول وظائف التنظيف، كلها في معظم المستشفيات التي انتمي اليها كجامعه عين شمس والتي اللي ليا خبره بيها او على معرفه بالناس اللي شغالين فيها بيقولوا الحاجات ديت موجوده. ممكن تكون مش موجوده بوفره ولكن متواجده، ولما بتنطلب بتتلاقى. فدي حاجه كويسه. رقم ثلاثة، لابد ان الناس تتظافر ماديا مع الفريق الطبي الموجود ده. بمعنى ايه؟ مش عايزين فلوس، لان الناس تفتكر غلط. احنا بنقول يا جماعة لما الرعاية المركزة تتقفل ويبقى الأماكن بتاعة الرعاية المركزة في المستشفيات خلصت، لابد أن الناس اللي معاها فلوس تتبرع كنوع من أنواع الزكاة في المستشفيات الخاصة، وتقول أنا مثلا هوفر 10 سراير في المستشفيات الخاصة برعاية مركزة على حسابي، يبقى أنت ساعتها بتساهم في دفع المرض وفي إنقاذ الناس ماديا، وليس فقط عن طريق معنويا والكلام والنقاشات وكل، لا، أنت لابد أن ده الوقت. احنا دلوقتي في جائحة دي هتلف على الناس كلها، معظم الناس ممكن تتعدي، وبالتالي انت لما تقدم النهاردة الخير هتلاقي ربنا شايل لك الخير ده، فلابد ان الناس اصحاب الاموال او اصحاب البحبوحة من الامر اللي عندهم من السيولة المالية التي تسمح انهم يقفوا ويوفروا معدات او يشتروا معدات او يوفروها، لابد ان ده وقته ان هو يعمل كده حفاظا على ارواح الناس. مطلوب ايه تاني؟ هل تعلم سيدي الفاضل ان الطبيب اللي دخل مستشفى عشان يعالج ناس عندها فيروس كورونا خلص نبطشيته النهاردة، 24 ساعة، خد مثلا 3 ايام نبطشية، اسبوع نبطشية، وخلص نبطشيته وخلص شغله وماشي، هل تعلم مدى الخوف اللي بيحمله هذا الطبيب داخله وهو مروح بيته على اهل بيته؟ اكيد. لو متزوج عنده اولاد أب وأم، جيران، هل تعلم هو قد إيه عنده من الحرج ومن الخوف على الناس دي؟ مش عارف يدخل البيت ولا يروح فين. ليه؟ هو مش خايف خلاص، احنا عدينا مرحلة خايف على نفسه، هو لا، ده واجبه وهيؤديه، لكن الناس اللي في البيت دي ذنبها إيه؟ الناس اللي في البيت دي إيه مشكلتها؟ هو بيعمل كل ده وهو بيرجع وبيتخذ جميع الوسائل إن هو ما يعديهمش، ولكن ما زال الخوف جواه وما زال القلق جواه. نعمل له ايه؟ ندعمه معنويا، ندعمه اقتصاديا. ما هو خلي بالك ان الناس دي احنا عندنا دكاتره كتير جدا اللي اصيبوا دول موجودين في مستشفيات العزل، ايه اللي حصل؟ توقف شغلهم تماما،
يعني كل انواع الوظائف اللي كانت بتدر عليهم دخلهم الشهري توقفت نتيجه ان هو بقاله اسبوعين قاعد في مستشفى العزل، يليها اسبوعين قاعد في بيته، يعني بقاله شهر ما بيشتغلش وعنده اطفال وعنده 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 والمصاريف هي هي. هل الناس دي مش لابد ان احنا مثلا كان المفروض ان كل بني ادم مصاب من الدكاتره بيتصرف له مبلغ معين، يا ريت الكلام دوت يتم تفعيله بحيث ان الناس دي لما تصاب ويبقى في حاجة بتساند معهم، يبقى في حاجة بالظبط كده مساعدة مادية ولو خفيفة، بحيث ان الناس دي ما تحسش ان هي يعيني ليصة ما بين ان هو خايف على اهل بيته وفي نفس الوقت خايف ان هو ما يقضيش احتياجات اولاده من الاكل والشرب وخلافه. فالكلام ده وهو راجع بيته كله قاعد بيفكر فيه، لو انا اصبت، لو انا مصاب هاصيب اهل بيتي ولا مش هاصيبهم، والناس دي مين ليهم والاقي لهم اماكن منين. كان في مشكله لسه حد من الدكاتره بيقول لي ايه، بيقول لي انا مش مشكله، انا قعدت شغلي خلاص واديته الحمد لله واديته بما يرضي الله، وانا مروح بيتي لو انا واهلي اصيبوا اوديهم فين يا دكتور محمد؟ اوديهم في انهي حته؟ الاقي لهم منين مستشفى تقبلهم؟ والاقي لهم منين مستشفى؟ يبقى لازم نعمل حاجه نوفر للدكاتره الدعم النفسي ويبقى ليهم أماكن محفوظة ليهم في المستشفيات لإنقاذهم في حالة إصابتهم هو وأهلهم. تمام. بحيث أن الدكتور يبقى عنده هذا الدعم. طيب دكتور، أنا سبتك تتكلم لأنك بكلامك ده أظهرت كواليس الناس مش شايفاها، وأنا فعلا سايبك تسترسل في الحديث لأن كل مشاهد بيشوفك دلوقتي بيفتكر حاجات وبيعرف حاجات هو ما كانش عارفها، بيقول لك عشان ما يجيش يزعل من الطبيب يقول لك اصل عملوا لنا وما وفقوش وقفوا معانا وعملوا، لا هو انا سبتك تبين له مدى الضغط النفسي اللي عليه، مدى الرعب اللي بيبقى على الطبيب هو مروح، مدى الحاجات اللي هو لو اتصاب هيعمل ايه، لو اهله اتصابوا هيعملوا ايه، لو بيته اتصاب، لو باباه او مامته، يعني سبتك تقول لكل الناس المعاناه اللي بيعانيها الطبيب على اساس كل واحد شايفنا، كل واحد بيقول ان الجيش الابيض ممكن يكون يعني شايف ان هو تخاذل بعض الشيء، اقول له لا الجيش الابيض ما تخاذلش، الجيش الابيض اقسم زي ما انت بتقول انه يبقى قد المسؤوليه، الجيش الابيض وقف وبيقول لك انا اديت قسم على اساس ان انا ادافع عنك. انا مبسوط طبعا من الكلام، ولكن هاخد بعض اراء الساده المشاهدين وارجع لحضرتك تاني. استاذ جمال. استاذ كمال اتفضل. كمال يا هاني بيه. اتفضل يا فندم. بحيي حضرتك على برنامج اليوم المفتوح يا استاذ هاني. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. وفقره منوعات فقره جميله عشان حضرتك مشرف فيها والله. الله يخليك يا فندم. شكرا. كل الاخوه العاملين بالقناه. شكرا يا فندم. وعايز اشكر الدكتور محمد على المعلومات القيمه اللي نورنا بيها دي الصراحه عن الجيش الابيض. اتفضل. احيي الدكتور محمد. شايف ان المعلومات دي كنت كاحد المشاهدين ما كنتش عارف الحاجات الكواليس. فعلا يا هاني بيه. فعلا يا استاذ هاني الدكتور محمد وضح لنا حاجات كتير وبالتفصيل، بالتفصيل يعني الواضح جدا، ونشكر الجيش الابيض كله والله على تفانيه الدائم في العمليه. طيب يمكن الاتصال اتقطع. انا بشكرك يا استاذ جمال. طيب ام حبيبه اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور اول سؤال عاوزك بس تقول ايه احنا بنتي في ايه؟ يعني بنتي عندها 6 شهور احنا زي الكورونا. طب معلش عيدي سؤالك تاني. بقول لك عاوز احنا بنتي مرض الكورونا عندها 9 شهور. هي جالها مرض كورونا بنتك؟ لا انا عاوز احميها يعني. تحميها. عاوزه تحميها من مرض الكورونا. وانا كمان عاوز احمي نفسي، احمي نفسي ازاي يعني عشان هي ما تتزيش وانا ما تتزيش. حاضر هيجاوبك الدكتور. شكرا ليك يا ام حبيبه. هناخد الاسئله في الاخر يا دكتور من اول. في اتصالات تاني؟ طيب هرجع لحضرتك تاني يا دكتور واقول لك الموضوع صعب، الموضوع معدلات الاصابه بتزيد، الناس حاسس الوعي ابتدى، الشعب المصري ما عرفش يعني. انا شفت في ايطاليا وفي الصين المعدلات زادت مره واحده وبعد كده حصل حظر، الناس التزمت ابتدت معدلات الاصابه تقل.
في السعودية نفس الحكاية، في البلاد العربية برضو حصل بعض الالتزام الكامل في الحظر الكامل، ابتدت المعدلات تقل. في مصر لقينا المعدلات من كام يوم كانت 700 700، مرة واحدة امبارح كانت 900، ولكن معدل الوفاة برضو مش زايد أو لكن ما بين 15 14 13 كده يعني. شايف ليه احنا معدلات الإصابة بتاعتنا بتزيد؟ وهل معدلات الإصابة دي هتفضل في ازدياد ولا هيجي وقت معين والإصابة هتنزل؟ هتجاوبني بعد ما ناخد أم محمود. أم محمود اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير وحضرتك والدكتور. اتفضلي. بعد إذنك عندي سؤال. عندي ولد عنده 12 سنة 14 سنة ومش مقتنع بموضوع الكورونا ده، يعني كل ما اقول له اعمل كذا اعمل كذا ما بيعترفش بموضوع الكورونا، بيقول لي ما فيش اي حاجه، ده الكلام ده كله كلام فاضي. فانا يعني عايزه نصيحه من الدكتور اقنعه ازاي. حاضر حاضر. شكرا. شكرا ليك. هتجاوبني برضه على السؤال اللي قلنا عليه حضرتك. تمام. هو بص يا استاذ هادي، طبعا احنا لابد برضه ان احنا ناخد بالنا من شويه حاجات. احنا الارهاق دلوقتي والضغط ليست فقط على الاطباء ولا الجروب الطبي ولا اللي بيؤدي الوظائف الطبيه ولا اللي بيؤدي واجبهم، ده واجبنا زي ما قلت لحضرتك وشغلنا، واحنا الشغلانه دي اخترناها بمزاجنا واحنا نؤديها واحنا قدها، ما عندناش مشاكل في التأدية. ولكن الضغط مش علينا فقط، هو مش على الاطباء فقط، هو الضغط على الدوله كمان. حضرتك امبارح زي ما بقول لحضرتك في احد الاجتماعات اتقال ان مستشفى عندنا بتصرف شهريا 12 مليون جنيه عشان شهريا كل شهر 12 مليون جنيه عشان تشتغل كمستشفى عزل وعشان توفر اكل وشرب وادويه و و و و للناس المحجوزين اللي هي اتملت خلاص على اخرها. فحضرتك دي مستشفى واحده، تخيل على مستوى القاهره ومصر مستشفيات العزل بتكلف الدوله قد ايه، كام مليون وممكن نوصل لمليار في الشهر الواحد. وده على ميزانية الدولة قوي جدا، وده رهيب. ضغط رهيب، مادي رهيب، احنا ما كناش عاملين حسابنا ليه. الضغط التالت على ايه؟ على الشعب نفسه. هو هل تعلم يعني هل الناس مبسوطة مثلا هي في اجازة العيد الفطر او في العيد بتاع اخواتنا الاقباط؟ هل ان الناس لقت كل حاجه مقفوله قصادها ومفيش نوادي مفيش اماكن يتفسح فيها الاطفال مفيش 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 ده ضغط برضه قاعدين، هل ده مش ضغط نفسي؟ أكيد. وضغط معنوي على الناس كلها. لا، الناس كلها تحت ضغط نفسي وتحت ضغط معنوي قوي جدا نتيجه الحاله من شبه العزله اللي هم عايشين فيها. ولكن انا هرد بردود بسيطه جدا. هل تحب بعد ما تخلص هذه الجائحه، ومفيش جائحه في الحياه حصلت ليها بداية إلا لما كان ليها نهاية، ومن سنة الله في الكون إن مفيش حاجة ليها بداية إلا لما لازم يبقى ليها نهاية. البني آدم نفسه ليه بداية وليه نهاية، وبالتالي الجائحة الطاعون وخلافه والملاريا وكل أنواع الفيروسات اللي انتشرت في مرحلة ما ثم قتلت ملايين ثم اختفت كان ليها بداية وكان ليها نهاية. هل تحب مع نهاية كل بني آدم يسأل نفسه هذا السؤال، تحب مع نهاية جائحة الكورونا تلاقي اهلك ناقصين حد؟ محدش بيتمنى تحب كده. تحب ما تلاقيش والدك بعد الشهر، ما تلاقيش والدتك، ما تلاقيش اخواتك، ما تلاقيش مراتك، ما تلاقيش ولادك، ما تلاقيش اصحابك اللي عزاز عليك؟ هل تحب تلاقي حد فيهم ناقص ولا ما تحبش؟ اذا كانت الاجابه لا، طبعا ما احبش الاقي فيهم حد ناقص، يبقى لابد انك اولا تستحمل الضغط النفسي والمعنوي نتيجه شبه العزله اللي الناس عايشه فيها. رقم اتنين ان انت تبقى فرد فعال في المجتمع وتمد ايدك وتبقى ليك ناحيه ايجابيه وتصرفات ايجابيه ضد المرض. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ ان انا لما اقول للناس التزموا وقعدوا في البيت وما تحاولوش تنزلوا الا للضروره، يبقى لابد ان الناس تعرف ان ده لمصلحتهم، ما تنزلش من البيت الا للضروره القصوى. لما نقول للناس لما تلاقي في حد بيعطس او بيكح او خلافه البس ماسك، ويبقى في الزام لجميع الناس اللي بتمشي في اماكن عامه انها تلبس ماسك على وشها، يبقى تلبس ماسك مش بس ان انت تحطه عشان خاطر الغرامه، لا. الناس دلوقتي تقول لك انا احط ماسك عشان خاطر الغرامه، وبعد ما يعدي اللجنه ولا بعد ما يعدي مش عارف ايه انزل ماسك. انت انت بتضحك على نفسك. انت بتضر نفسك. خلي بالك ان الغرامه دي معموله لحمايتك انت، وبالتالي لما تلبس ماسك لا البسه بنيتك انك تحمي نفسك وتحمي ذويك من المرض. البس ماسك، ما تخرجش من البيت الا للضروره.
البس ماسك على وشك وانت ماشي في الاماكن العامه، الماسك ده تبقى لابسه وتحافظ عليه وتغيره بشبه دوري عشان خاطر ما تمسكش الميكروب عليه. تلبس الماسك صح، يعني ما ينفعش ايه الحاجات الظريفه جدا، الناس تلبس الماسك وبعد كده كل شويه تروح ماسكه الماسك من على مناخيرها كده وتروح منزلاه بايدها. او الماسك ده المفروض ان عليه من بره الرذاذ اللي بيحمل الفيروس، وانت المفروض مسكت الماسك ونزلته كده بايدك، ايدك بقت عليها الفيروس، وبعد كده هتروح هارش هنا في بقك او هارش في مناخيرك، انت خدت الفيروس بايديك ودخلته في مناخيرك او في بقك، يبقى انت نقلت نفسك الفيروس بطريقه غير مباشره. وانت لابس الماسك ومش عارف. وانت لابس الماسك يا جماعه، لا احنا لابد يبقى عندنا شويه وعي طبي بسيط. واعتقد ان التلفزيون 24 ساعه ومن خلال منبر حضرتك، حضرتك يمكن من اول، انا اشهد ان حضرتك اول واحد تقريبا اتكلم على سبق فعلا، كان سبق من لما اتعمل في شهر 12 اللي فات، حضرتك اول حد برضو في لقاء مع حضرتك، كنا اول ناس قلنا يا جماعه فيروس كورونا اثناء الحمل، وما كانش فيه ولا حاله في مصر لسه، وكان حضرتك ليك السبق الاعلامي ده. فاعتقد ان جميع القنوات التلفزيونيه ومن منبر حضرتك ومن جميع القنوات، لا الناس بتعمل توعيه، وفي توعيه مباشره ومستمره للناس خلال 24 ساعه تحمي نفسها، فتلبس ماسك ما تلمسكش الماسك بايدك، ولما تيجي تقلع الماسك تقلعه من الاستيك بتاعه او من الخيط بتاعه من ورا ودنك كده وتاخده كده، ما يحاولش يلمس اي حته في جسمه بالظبط يعني كده. وما تمسكش الماسك تغسله، والحاجات الغريبه الناس بتعملها، لا الماسك بيتمسك من ورا الودن كده ويترمي في الباسكت، والبس بعد كده ماسك جديد. دخلت البيت بتاعي بغير هدومي واغسل ايديا واغسل وانضف نفسي واغسل وشي واغسل ايدي اللي هي النظافه العامه اللي احنا ديننا امرنا بيها، واغسل نفسي كويس قبل ما ابتدي اتعامل مع بقيه اهلي. ولو انا بدا يبقى عندي اي اعراض من اعراض البرد، حتى بلاش الكورونا، لا اعراض البرد العاديه، انعزل ابعد عن بقيه عيلتي او ابعد عن بقيه اهلي، واخد اوضه لوحدي واقعد فيها بحيث ان انا ما احاولش اعدي بقيه الناس. سواء كان بقى المطهرات الكحول وخلافه والاستريليوم والحاجات اللي انا ممكن اطهر بيها ايدي اذا توفرت، واعتقد ان دلوقتي عربيات الجيش موفره وواقفه في جميع الميادين في مصر بحيث انها تبيع الحاجات دي باسعار معقوله، فاذا لابد ان احنا ممكن نستغل هذه الفرصه ان احنا برضو نشتري المطهرات ديت وامسح بها ايدي. واذا كان الناس تقول لك امكانياتنا والاقتصاد بتاعنا ما يسمحش، وانا ميزانيتي كام كرب اسره عشان اشتري حاجات زي كده، بطل تدخن وتشتري سجاير واشتري بيها ماسك وكحول، بطل تنزل وتقعد تشتري من محلات الاكل وبتاع الساندوتش ب 50 جنيه وب 100 جنيه، لا انت اشتري بالحاجات دي وروح اشتري اكل عادي واطبخ اكلك في بيتك. يعني انت لو احنا دورنا، احنا ناس بتضيع فلوس في حاجات ملهاش لازمه خالص، ممكن يوفر وينفع توفر الكلام دوت في حيث ان انت تحمي نفسك وتحمي عيلتك. وبالتالي لا، انا اشتري الحاجات دي عشان دي دلوقتي جائحه، وزي ما استاذنا وزير التعليم العالي ما قال في خلال اللقاء اللي حصل من حوالي اسبوع، ان الجائحه هتوصل الذروه بتاعتها بعد حوالي اسبوعين من النهارده، يبقى احنا في خلال الاسبوعين دول على الجائحه ما توصل الذروه بتاعتها وبعد كده تبتدي تثبت، لابد ان انا ما انزلش من البيت الا للضروره، نزلت ابتعد عن اماكن التجمعات، دخلت في اماكن فيها تجمعات البس الوقايه الشخصيه بتاعتي الماسك وانضف ايدي، رجعت بيتي اقلع الحاجات دي بطريقه سليمه وارميها وابدلها يوميا، ومفيش مانع خالص ان انا احط ميزانيه يوميه للكلام ده، بحطها حفاظا على حياتي وحفاظا على حياه ذوي، بحيث ان انت ما تتضرش لا انت ولا اللي معاك. وفي نفس الوقت بلاش بقى الخوف والهلع الغير مبرر. يعني ايه؟ يعني تيجي مثلا معظم السيدات دلوقتي تقول لك ايه؟ تقول لك لا انا جوزي دلوقتي بقى داخل خارج رايح الشغل وجاي من الشغل وكده هيعدينا كلنا. اخلعوا. احنا بالظبط كده، ما يدخلش البيت. ما يدخلش البيت. طب ما حرام عليكي، طيب هو الراجل ده هيروح فين؟ يعني ايه ما يدخلش البيت؟ تقول لك لا ما هو كده هيعديني انا واولادي، وانا احنا ما نستحملش، وانا عندي لسه، واحنا من السيدات اللي انا مولداهم اللي انا مولدهم قريب، تقول لك انا بنتي رضيعه وهو داخل خارج، طب انا بنتي دي اعمل لها ايه؟ لا هو انت جوزك ده مش هو الفيروس. يعني جوزك ده يكون داخل خارج بيروح الشغل وجاي من الشغل مش هو ده الفيروس. لا جوزك قد يحمل الفيروس من حد مصاب، بمنتهى البساطه هيدخل من على باب الشقه، هيغير الجوانتي اللي في ايده، هيقلع الماسك اللي على وشه، هيرميهم بره الشقه خالص، هيرميهم بره الشقه خالص، ثم هيدخل على الحمام يغتسل، خلاص كده ما بقاش عليه فيروس، هو في فيروس هيعيش وهو بعد عمل وسائل الوقاية دي. طيب اللي شيء المطمئن ايه؟ الشيء المطمئن ان زي ما قال استاذنا وزير التعليم العالي، احنا
80% من الناس المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم اعراض. وزي ما قال برضو ان احنا في استحاله لمعرفه عدد الناس المصابين في اي دوله في العالم، هناك استحاله لمعرفه عدد الناس المصابه. انت بتحلل لجزء من الناس اللي عليهم اعراض، بيطلع جزء منهم موجب بتحطهم في الاحصائيه، لكن هل انت نزلت حللت لمدينه القاهره؟ لا طبعا. هل انت نزلت حللت مدينه اسكندريه؟ وبالتالي هناك زي ما قال كده وزير التعليم العالي، احنا هناك استحاله لمعرفه العدد المصاب. فايه المهم في الكلام ده؟ يعني انا رقم 700 من 800 من 900 من 1000 ما يفرقش معايا في حاجه. ليه بقى؟ ما انت كل ما هتحلل زياده الرقم ده هيزيد. كل ما هتحلل اقل، تحب نقلل التحاليل نعملها كل يوم ل 10 يوم يطلع لنا 10 بس مصابين؟ لا. احنا يهمنا ايه بقى؟ يهمنا رقم الوفيات. بما ان ارقام الوفيات ما بتزيدش عن النسبة الطبيعية اللي هي ماشية عليها 3.5-4% 5% من نسب الإصابة، فاحنا ما زلنا في الحمد، اللهم لك الحمد، في معدلات، في معدل الأمان. دي معلومة مهمة جدا يا دكتور، لأن الناس تعالى شوف على صفحات التواصل الاجتماعي الناس بتلطم كل يوم بتقول لك الأعداد بقت 700 900، احنا دخلنا في جائحة، دخلنا في كذا، فالكلام ده كله بيأثر بالسلب حتى على المصاب. بالظبط. يعني حتى الانسان المصاب اللي هو عنده مناعته ممكن تساعده ان هو ربنا يشفيه من المرض او الفيروس، بيبص تلاقيه كمان بيحبط نفسيا لما بيقرا الحاجات دي كلها وعلى الفيس. يعني انا، انت وضحت حاجه مهمه جدا في كلام حضرتك، انا يهمني الوفيات ماشيه في معدل، ما اقدرش في معدل ما اقدرش اخبيه. يعني حتى ممكن لو انا خبيت العدد من 900 ممكن يكون عندي 10,000 حاله وانا بقول عندي 900، لكن في الوفيات مش حاضر يبقى عندي 100 وفاه واجي اقول لك 15. بالظبط كده، عشان ده رقم مثبت، في شهادات وفاه بتطلع. أيوة. وده رقم مثبت ما ينفعش اغيره، ما هو البني ادم اللي بيتوفى ده لازم عشان يدفن تصريح وفاه وشهاده وفاه وخلافه. تمام. وبالتالي انا مش هعرف اغيره. وبالتالي طول ما انت عندك ارقام الوفاه شبه ثابته او شبه نسبتها بالنسبه للمصاب، وخلي بال حضرتك احنا بنحطها بالنسبه للاصابه الظاهره اللي حللنا له. ايوه. لكن مش بالنسبه للمجتمع. أيوة. لا، انت حط نسب الوفيات دي، انا شايف النسبة الصحيحة حط نسب الوفيات دي مقارنة بنسب وفيات السنة اللي فاتت. وشوف هل معدل الوفاة زاد ولا لا. حط نسب الوفيات دي مقارنة بنسبة المجتمع، احنا 100 مليون. لما يموت في اليوم 20 ولا 30 واحد، دي نسبتها كام من 100 مليون؟ طب ال 30 وفاة دول من مثلا مات النهاردة في مصر 500 لأي اسباب اخر، دي نسبتها كام من نسب الوفاة؟ وانت تعرف هنا هل احنا في عندنا مشكله حقيقيه وخطوره حقيقيه ولا لا، او هل فعلا هنوصل لمشكله حقيقيه ولا لا. طول ما الارقام بتاعه الوفيات ديت ارقام ثابته، انا ما يفرقش معايا نسب الاصابات كام، عشان نسب الاصابات دي انت كل ما هتحلل اكتر كل ما هتزيد نسب الاصابات. 80% من المصابين لا تظهر عليهم اعراض. يعني كل الناس اللي ماشيه في الشارع وما بتشتكيش من حاجه وما راحتش حللت ممكن يكون حامل للفيروس، ممكن يبقى حامل للفيروس ومصاب بالفيروس وما ظهرتش عليه اعراض. وبقيه ال 20% اللي عليهم اعراض معظمهم اعراضهم خفيفه ومتوسطه، دور برد، سخونيه، كحه، شويه ترجيع او فقدان لحاسه التذوق او حاسه الشم او خلافه، ثم اعراض بتروح خلال اسبوع 10 ايام اسبوعين وتختفي. وهنا كل بقت في مشكله بقى يا استاذ هاني. طب المشكله هناخد منادى ونرجع. منادى اتفضلي. اتفضلي يا فندم. دكتور، ما انا بنت عندها 9 شهور بتزحف، احميها ازاي يعني عشان هي بتزحف في الارض؟ بتزحف في الارض؟ إيه؟ حاضر. خايفه من الميكروب يعني. حاضر. حاضر. دكتور، وبعدين انا هسال سؤال كمان، هو الزنك والفيتامين سي دوت بتتابع القطان دوت حيوي للامهات ولا لا؟ جميل، ماشي. حاضر. شكرا ليكي. اتفضل يا دكتور. الارض بنتها بتزعف، وده سؤاله على فكره، ده سؤال جميل جدا، ان في ناس كتير جدا بيوتها فيها اطفال بتحبي على الارض وبتزحف وبتاخد من الارض ما دي مشكله بقى وتحط بقها. الاجابه ايه؟ النظافه. النظافه، هو الفيروس كائن، اضعف كائن ربنا خلقه في الوجود. الفيروس ما يقدرش يعيش بره جسم الانسان، ويعيش بره جسم الانسان لفتره دقائق ثم لازم يموت لو ما لقاش حاجه حيه يعيش عليها. والارض دي مش حاجه حيه، وبالتالي حضرتك هتجيبي ميه وشويه كلور، مش هنقول اي منظفات غاليه، شويه كلور، وتمسحي الارض بتاعه الشقه مره مرتين في اليوم. يزحف على الارض براحته خالص، ما فيش اي مشكله. لكن ايه بقى؟
هندخل ونخرج من بره، هنقلع الجزمه بتاعتنا على باب الشقه. أيوة. وهندخل على الحمام نغسل ايدينا ووشنا ورجلينا، بحيث ان انا خلاص كده بقيت اموري نظيفه وانا ما بقتش حامل الفيروس، وابتدي اتعامل معاه يبقى انا ما نقلتلوش، فيسحب على الارض عادي خالص. وانت كست بيت لابد بنناشد السيدات اللي قاعدين في البيوت. في البيوت لا يا ماما، اهتمي شويه بنظافه بيتك، اهتمي بنظافه اولادك. اذا انت تعرفي دلوقتي ان نظافه بيتك ونظافه اولادك دي هتحمي حياتهم، يبقى الاهمال جريمه. تمام. الاهمال هنا جريمه، يبقى انت بتهملي وانت عارفه ان ممكن يلطخ. مش بقى الراجل رايح داخل خارج وانت مش هو ده المشكله بالظبط كده، وانت البيت بتاعك مش نظيف، يبقى لابد ان انت تاخدي بالك. الست اسمها ست البيت. ست البيت ليه؟ عشان هي المسؤوله عن هذا البيت، تخليه جنه. تخلي تجيبي شويه ميه وكلور وتمسحي الارض بتاعه البيت مره الصبح ومره بالليل، تحمي عيالك وتنظفي عيالك وتخلي عيالك دايما نظاف. هتقيهم مش من الكورونا، هتقيهم من جميع الامراض اللي ممكن تتنقل من الارض، ويمكن اضعافهم الكورونا. المشكله دلوقتي اللي بتقابلنا يا استاذ هاني ان كل دلوقتي حد بيكح او بيعطس او مناخيره تبقى سايبه شويه سايبه شويه، انا اوصيكم باهلي خيرا، اوصيك بالعيال خيرا يا جماعه، يعني انا عندي كورونا، البقاء لله. هو شخص لنفسه خلاص، انا خلاص كده بقت عندي كورونا وخلاص انا ميت، ويعني يا جماعه خدوا بالكم من اهلي بعد ما اموت. هو ايه الكلام الفاضي ده؟ مفيش حاجه اسمها كده يعني، ده احنا يعني مفيش كده اصلا. هو معدل وفيات انا هنقول ان عندك كورونا، معدل وفيات الكورونا كام؟ 3% 4% 5%، يعني كل 100 مصابين بيموت منهم 3 4 5، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو مين اللي بيموت؟ معظم الناس، طبعا ما بقولش كله، ولكن معظم الناس، مين الهاي ريسك جروب؟ مين الجروب؟ مين المجموعه المستهدفه او الخوف عليها زياده؟ الناس الكبار في السن، المعديين 60 سنه، المصابين بامراض مزمنه، سكر وضغط وخلافه، اللي بيعانوا اصلا من وجود امراض، دول اكتر ناس نخاف عليهم، اللي هو والدك ووالدتك دول تخاف عليهم. ولكن معظم، وبنقولش كل، معظم الناس الصغيرين في السن نسبة الوفيات عندهم قليلة جدا. في وفيات في الناس الصغيرين في السن واللي ما عندهمش مشاكل، موجودة، ولكن مقارنة ببقية المجتمع لا، هم اقل خطورة عليهم. وبالتالي طيب انا دلوقتي عندي برد ورشح وكده، هل ده كورونا؟ طب ما هم قالوا ان في مواصفات تفرق بين الاثنين وبعض. وانت اي واحد قاعد بيتفرج علينا دلوقتي، شوف الاعراض اللي عندك دي، هل دي اعراض تمشي مع كورونا لابد انك تروح تحلل، ولا دي اعراض برد عاديه اقعد في بيتك واشرب شويه ليمون وهتبقى كويس. الحراره، يعني ناس كتيره جدا عندها شويه رشح بس ما عندهاش سخونيه، يقول لك لا انا دي كورونا. لا، الكورونا بين مواصفاتها الاساسيه ان يبقى في ارتفاع في درجه الحراره، وارتفاع درجه الحراره دي غير قابله لان هي تقل بالوسائل العلاج المتاحه العاديه. يبقى ساعتها ممكن تشك. الكحه، مش اي كحه، الكحه الناشفه، الدراي كاف، اللي هو كحه ناشفه مفيش بلغم فيها، دي اكتر مع الفيروس الكورونا. لكن لو كحه بلغم اللي هي كلنا بتجيلنا دي، يبقى ديت ما فيهاش مشكله. فقد حاسه التذوق وحاسه الشم. خلي بالك برضو، طب ما انا لو عندي برد، ما انا مناخيري هتبقى مزكمه، ما انا مش هشم ومقفوله، في عوامل مشتركه لكن انا لما تبقى مناخيري مش مزكمه، ما هو فيروس كورونا معظم المصابين ما عندهمش زكام، ما عندهمش سيلان في الانف، ما عندهمش رشح. على الرغم من كده مش شامم، على الرغم من كده مش متذوق الاكل، لكن انا لما ابقى مناخيري فيها ميه او محتقنه ومناخيري مسدوده، ساعتها طب ما انا طبيعي جدا ان انا مش هشم كويس. تدهور الاعراض السريع، يعني انا النهارده تعبان، بكره تعبان جدا. كان عندي بعض احد من المصابين اللي ربنا عافاهم قال لي انا اثناء فتره المرض انا حسيت ان صدري هنا في حديد لففني، ضلوعي فيها حديد، كان حد جايب حديد وبيعصر صدري، الام قويه جدا في العظم. ده ممكن يبقى كان فيروس كورونا، ولكن الناس اللي عندها اعراض البرد والرشح وخلافه مش هي دي الناس اللي عندها الفيروس. وبالتالي بلاش اللغه التشاؤميه في المجتمع، وبلاش يا جماعه التناحر. يعني ايه بلاش التناحر؟ يعني احنا لما يبقى في جائحه الناس تتعاون، تتكاتف، تقف ايدها في ايد بعضها، مش تقعد تضرب كل واحد في، يعني سيبوا كل واحد يؤدي وظيفته تمام بما يرضي ربنا وبامانه، ويساعده يتكفيك شره. طيب دكتور، انا يعني انا سايب حضرتك تسترسل في الحديث، انا واحد من الناس كمشاهد بسمع وباخد كل النصائح اللي انت حضرتك بتقولها محل الاعتبار، اكيد الساده المشاهدين بياخدوا كل كلام حضرتك محل اعتبار، وكل واحد وكل بيت دلوقتي هو بيسمع الكلام
وبيبتدي يطبقه على نفسه وعلى اسرته وعلى بيته. حتى ست البيت اللي سامعاك دلوقتي هتبتدي هتجيب كلور وهتبتدي تنظف. يعني ممكن في ستات هتقوم تنظف دلوقتي تقول لك لا اما اقوم انظف الوسواس هيشتغل، اقوم انظف عشان الولد عشان البنت عشان بتسحف عشان عشان. طب انا النهارده في لغايه دلوقتي وما فيش عقار معين للكورونا، ولكن كطبيب ممكن ننصح بايه الناس ممكن تاخد ايه وهي قاعده في البيت؟ هل بلاش نقول ادويه ولكن هنقول مثلا عن الحاجات الطبيعيه، الليمون ياخدوا ليمون، الجنزبيل، الحاجات اللي هي في البيت دي ايه اللي ممكن تساعد، وياخدها ساقعه ولا سخنه، وياخد الحاجات دي زي نديهم روشتة صغيره كده في البيت باقل التكاليف، يعمل ايه في البيت؟ جميل، ده سؤال مهم والناس كلها هتستفيد منه. اتفضل. احنا اهم حاجه ان انا مناعتي تبقى كويسه. تمام. مناعتي تبقى كويسه دي تبتدي من ايه؟ تبتدي من الرياضه. يعني مفيش اي مانع ان في الفتره اللي ما فيهاش حظر تجوال ان انا انزل اتمشى كل يوم ساعه، مفيش اي، دي حاجه سهله جدا. تمام. انت ابعد عن الاماكن اللي فيها تجمعات، يعمل رياضه في البيت، واعمل رياضه في البيت. وبالتالي اول حاجه انت الرياضه، كل ما تلعب رياضه وكل ما صحتك تبقى كويسه مناعتك هتزيد، وبالتالي حتى لو جالك اي فيروس هيدخل ويخرج ومش هيقدر ياثر فيك. ده رقم واحد المناعه والرياضه. وحضرتك طبعا من ضمن الناس اللي عندك خبره في الموضوع ده، راك مدرب وراجل يعني ما شاء الله، على الرغم من ان مشغلك كتير ولكن عندك جزء يومي وحضرتك بتطبق الكلام ده، واكيد حضرتك حاسس الكلام ده تاثيره على حضرتك شكله ازاي، وده بيخلي البني ادم بقيت اليوم كويس ومناعته كويس. اول حاجه رياضه. تاني حاجه التغذيه السليمه. يعني ايه التغذيه؟ حضرتك اشرت لايه؟ قلت ايه؟ الليمون، البرتقال، مش الليمون والبرتقال بس، جميع الخضروات والفواكه والحاجات الخضراء والحاجات الفريش والحاجات الطازه اللي ربنا خلقها لنا دي بتزود المناعه بتاعتنا، من اول طبق السلطه للفواكه للخضروات الطازجه للليمون للبرتقال عشان يحتوي على فيتامين سي مركز، دوت حاجه جميله جدا. اخد الكلام ده. التوت اللي موجود الايام دي متوفر برضو. متوفر، والبرتقال متوفر الايام دي، وبالتالي اكل كتير خضار وسلطه وفاكهه طازجة بحيث ان الحاجات دي بتقوي المناعة بتاعتي وبتخلي التغذية بتاعتي سليمة. بالنسبة للعقاقير الطبية عشان دي برضو يعني مهمة جدا ماشية ايرة قوية جدا والناس كلها بتسأل عليها. اخد مثلا كبسولات فيها فيتامين سي ولا ما اخدش؟ لا يوجد مانع. اخد كبسولات فيها زنك ولا ما اخدش؟ لا يوجد مانع. الاهم من ده ايه؟ انك لو عندك مرض تعالجه. يعني ايه؟ يعني مثلا الحاجات اللي بتضعف المناعة، الانيميا. طب ما انت لو عندك انيميا، وانا يعني انا من خلال شغلي ما فيش حد بحلل له تحليل الا ما عنده انيميا، الا معظم الناس بيبقى عندها انيميا. ياخدوا ايه الانيميا؟ عسل؟ تاخد حديد، عسل. تاخد ما فيش مانع من العسل وما فيش مانع من الخضروات، ولكن لو انت عندك انيميا تحتاج الى ادويه، خد اقراص حديد بحيث ان انت الانيميا عندك تتحسن، فمناعتك تبتدي تتحسن وتزيد، ما تبقاش جسمك قابل للعدوى. وبالتالي انت لو عندك مرض عالجه بالادويه، ما فيش اي مشكله في كده. الادويه اللي بتحتوي على زنك ومضادات الاكسده بكافه انواعها والاوميجا بكافه انواعها، اقدر اجيبها واقدر اخدها، والزنك وخلافه ديت كلها حاجات كويسه ما فيهاش مشكله وهترفع المناعه بتاعت حضرتك. مش هقدر اخدها، اخدها في الاكل بتاعي. مش هقدر اشتري الادويه دي، اخدها في الاكل بتاعي. الاوميجا موجوده في ايه؟ في السمك. اكل سمك واكل حاجات فيها زيوت السمك. الفيتامين سي موجود في ايه؟ موجود في البرتقال والليمون. الزنك موجود في ايه؟ موجود في معظم انواع البقوليات ومعظم انواع الخضروات والفواكه واللحوم. وبالتالي انا لو خدت الكلام ده سواء عن طريق التغذيه او عن طريق الكبسولات، مفيش اي مشكله، انا ساعتها هقوي المناعه بتاعتي. انا بشكر حضرتك. انا قويت المناعه بتاعتي من كلام حضرتك، وهبتدي اخد البرتقال والليمون والحاجات اللي انت قلت عليها مع تهويه جيده للمنزل. مع تهويه جيده والرياضه. أنا سعدت جدا بحضرتك، معلومات غزيرة ومعلومات مهمة جدا استفدت منها، وأكيد السادة المشاهدين استفادوا منها. على أمل وعد تكون معايا إن شاء الله تاني برضو نوعي الناس إلى أن تنتهي هذه الجائحة إن شاء الله. ربنا يشفي كل العالم وكل المصريين وينجي الأمة كلها ويعديها على خير. شكرا ليك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، ونسأل لكل الناس الأمان والسلامة بإذن الله. أعزائي المشاهدين، في نهاية لقائي أنا بشكر الدكتور محمد حسين أستاذ النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري كلية الطب عين شمس. استفدنا بمعلومات غزيرة جدا، ياريت كل اللي سمعونا ينقلوا الكلام دوت ويستفادوا منه، ينظفوا البيت، الرياضة، التهوية، التغذية السليمة، وإن شاء الله ربنا هينجينا بإذن الله وتعدي الغمة دي بسلام إن شاء الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين، على أمل الوعد يتجدد اللقاء في حلقات أخرى. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.